الحلوية ومريدة بزيف وشد الفرش سوباغ نسوفا وحمي العالي تحية لمسنك تي في تاهي كنقدموا لها التحية اللي كتساهم في هادشي ديال المناسبات والأعياد كنباركوا ليها بذكرى عيد مولد النبوي. مبروك عليكم اختي. السلام عليكم اختي. مبروك عليكم هذا بذكرى عيد مولد النبوي اختي. أجواء العيد مزيانة اختي هذا العام هذا واللهم لك الحمد. حنا في كل مناسبة وكل عيد إن شاء الله كنديروا الحلوى وهذا العيد هذا واخا كاين الزيادة واخا داكشي يعني بقى كل شيء بنفس الثمن ديالو بقاو الأسعار هما الأسعار. الحلوى كياخذوها الناس ب 40 درهم الكيلو بقات هي نفس الثمن ديالها وعندنا الجودة وعندنا شي حاجة مزيانة. المهم اختي راه الناس راه هنا كل سنة حنا كنحطوا هنايا ومعروفين عند الناس كاملين. المهم راه مرحبا بكم اختي راه هادشي اللي كاين. الأجواء النفسية والله إلا حامدين الشاكرين هذاك الشيء ديال الله اللي بغاه الله هي اللي تتكون. هادشي كامل اللي تتشوفي فيه مرضات الوالدين وبنية صافي. بالنسبة لأجواء العيد كما كتشوفوا أجواء عائلية 100% كل مناسبة راه ديما ثانك تي في كتجي كتزورنا في أجواء العيد وكتكون نفس الأجواء تقريبا. هاد العام الحمد لله تلقاتنا الأجواء شوية وبخير كاين الإقبال على المنتوجات كاين كل شيء ومرحبا بكم مرة أخرى معنا في أجواء العيد. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma